السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم عبد العزيز الناصري، رحالة مغربي داير واحد التراجيل المغرب كامل ان شاء الله. كيف ما كتعرفوا كاملين، كان وقع لي واحد المشكل مع الاخ يوسف الزروالي، وانا اليوم كنتواجد كيف ما كتشوفوا امام المحكمة الابتدائية ديال مكناس. جئت فقط باش انني نرد الاعتبار الراسي، وخصوصا باش نتلاقى مع السيدة المظلومة مي فاتحة التويس اللي تهمني يوسف الزروالي بأنني أنايا هاكيت لها القناة ديالها. وكيف ما كيعرف الجميع أقولها وأكررها، ليس عندي مستوى ذلك الهاكر الذي تخيلني به يوسف وبعض المشاهدين، فقط هنا لأرد الاعتبار لراسي وباش ننور الرأي العام وباش نثبت البراءة ديالي أيضا. هنا من أمام المحكمة غادي نقدم إن شاء الله شكاية بيوسف الزروالي، ماشي باش نتابع أو شي حاجة، فقط من رد الاعتبار وباش نوصل من هذه المنابر الإعلامية المحترمة واحد الرسالة هادفة، واحد الرسالة ديال الحب، واحد الرسالة ديال التسامح، واحد الرسالة إيجابية بشكل عام. فأنا لم يحرضني أحد، ما محرضني حتى شي واحد كيف ما كيجوني في لي كومونتير، فقط أريد إثبات الحقيقة وأريد تنوير الرأي العام، وأريد الناس اللي باقي مازال كينظروا ليا ولو واحد فئة قليلة بواحد النظرة سلبية. فأنا عبد العزيز الناصري ماشيش من هذا المستوى هذه، وما تربيتش هذه التربية هذه، لأن المحيط ديالي والعائلة ديالي كيف ما كنقولها دائما وأناشدهم أن يشهدوا شهادة حق في حقي، أن يقولوا داك الشيء اللي كيعرفوه في هذه الرحالة هذا، ما يقولوش شي حاجة أو لا، ما بغيتش أنا يقولوا واحد يعني يجاملوني أو لا شي حاجة، أريد إثبات الحقيقة من أجل الحقيقة. وإن شاء الله غادي تكون كيف ما قلت لكم، غتكون واحد المفاجأة إن شاء الله لمي فاتحة التويس اللي ربي حرمها من العوينات ديالها، ولكن بغيتها تخدم الحدس ديالها، بغيتها تخدم البصيره ديالها، بغيتها تحس بهذا الانسان اللي بزاف ديال الناس غلطوا في حقه. فانا اسامح الجميع، واسامح ايضا يوسف الزروالي في الاخره، اما هنا في الدنيا فانا اطالب بحقي. انا ما بغيتش يوسف الزروالي يمشي للحبس، ما بغيتش يوسف الزروالي يخلي دوك البنيتات اللي كلشي شافهم وكلشي تاثر فيهم، ولكن بغيت ندافع على راسي براسي بشكل قانوني. فقط نطرح لك واحد السؤال، هي استاذ بينك وبين كنشكر جميع الناس، سواء الناس اللي معايا او لا سواء الناس اللي انتقدوني، ما عندي حتى شي مشكل مع شي واحد وما عندي حتى شي عداوه مع شي واحد. انا فقط رسالتي ورسالتي الى ان يرث الله الارض ومن عليها تبقى خالده، وهي توجور بيس. انا بغيت الصلح، ادعو الى الصلح بين المغاربه، انا ما بغيتش المشاكل. انا فاش كنشوف مشاكل بين المغاربه اقسم بالله لانني انا كنتاثر، انا ما عندي حتى شي مشكل، انا انسان حتى انا كنغلط بحالي بحال اي واحد، وكنعتذر لاي واحد شافني او لا شي حاجه او لا يعني تاثر بيا بواحد الشكل سلبي ولا شي حاجه، فانا اعتذر منه امام هاد الناس هادو المحترمين، كنعتذر لاي واحد. وانا كيف ما قلت لكم، انا راه ماشي ضد يوسف الزروالي، ولكن من اجل نبين البراءه ديالي، انا ما بغيتش حتى شي واحد، ما بغيتش العداوه مع حتى شي واحد، اقول واكررها، ما بغيت العداوه حتى مع شي واحد. انا تحياتي للجميع، الله يسهل على كل واحد. وانا الرساله ديالي من هذه المنابر هذه، بغينا نراجعوا الانفس ديالنا، راه حنا مغاربه وكيضرب بينا المثال، نحن اهل الجود والكرم، يعني حنا اللي معروف علينا في العالم بالتسامح، معروف علينا بالقيم النبيله، فلنعد النظر في الانفس ديالنا. بغينا نوقف واحد الوقفه تامليه مع الذوات ديالنا، بغينا نراجعوا الانفس ديالنا، بغينا واحد يعني تكون واحد نسمي انا بالاستيقاظ الذاتي، بغينا نفيقوا من داك السبات ديالنا. انا كيف ما قلت لكم مسبقا، عبد العزيز الناصري هو رحاله مغربي، الحلم ديالي انني ندير واحد التراجل للمغرب كامل، هو انني نتعرف على داك الحب اللي بداخل دوك الناس. بغيت يعني بغيت نوصل واحد الرساله هادفه، هذا هو، ما بغيتش العداوه مع حتى شي واحد،
ما كان انا من حقي انني ننتقد كيف ما كينتقدوا الجميع، ولكن راه ماشي عدائي كيف ما كيتخيل واحد الفئه قليله. انا لست بعدائي، انا واحد الانسان اللي بسيط وابحث عن المعنى الحقيقي ديال الحياه في البساطه ديالي. انا ما بغيتش العداوه مع حتى شي واحد، هذه هي الرساله اللي بغيت نوجه من امام المحكمه. هادشي اللي بغيت اخوتي واخواتي.